شركة القمة العربية للتوظيف بالخارج ترخيص ضمن 56 تعلن عن فرص عمل في المملكة العربية السعودية. المقابلة يوم الخميس الموافق 9/1/2020 الساعة 12 ظهرا في مقر الشركة. أولا مطلوب شيف حلواني غربي. 2 مطلوب شيف خباز بكري، خبرة من 5 سنوات إلى 10 سنوات بالفنادق. أرسل السيرة الذاتية على الإيميل التالي، وللتواصل والاستفسار على الأرقام التالية. عنوان مقر الشركة 1127 كورنيش النيل بجوار مبنى الإذاعة والتلفزيون الدور الثاني.